واحدة بقى من الحاجات الأساسية جدا اللي احنا فعلا بنلاقي ان الفاليو بتاعت اللابلاس ترانسفورميشن بتبان فيها، هو القيمة بتاعت او الكونفرجن او الترانسفورميشن بتاع الكونفوليوشن انتجرال في اللابلاس دومين. لو احنا خدنا اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الكونفوليوشن بتاع تو فانكشنز اكس و اتش، هنلاقي ان هما بيطلعوا في الاخر يا مضروب اللابلاس ترانسفورميشن بتاعت اكس وبتاعت اتش. اوكي، يعني لو عندي لابلاس بتاع اكس كونفولف مع اتش هيطلع لي اكس اوف اس تايمز اتش اوف اس. طبعا لو احنا فاكرين الايفالويشن بتاع الكونفوليوشن انتجرال ده في التايم دومين كان بايخ الحقيقه شويه. لو انتوا كنتوا فاكرين لما كنا بنعملها بطريقه جرافيكال كانت بتحتاج مجهود الحقيقه، وكانت يعني برضو فيها يعني ما بتبقاش لطيفه قوي الحقيقه. هنا انا مجرد ان انا هاخد دي احسب لها لابلاس ودي احسب لها لابلاس واضرب الاثنين في بعض، ولو حبيت اجيب بقى التايم فانكشن بتاعتها هرجع تاني انفرس لابلاس ترانسفورميشن وخلاص. طبعا نفس الكلام هو لو يعني ممكن نثبتها طبعا بطريقه بسيطه، بس يعني هنا اكشوالي هنلاقي ان هي يعني فعلا هتبقى ابسط من الحاجه اللي احنا كنا متخيلينها. وانا خدت الواي اف تي عملت لها الديفينيشن بتاعها بالكونفيجن انتجرال بالشكل ده، احط بقى القيمه دي كلها احطها جوه اللابلاس، جوه اللابلاس فانكشن. اوكي، اخد بالي ان هنا بتكلم على ان انا بانتجريت هنا وذ ريسبكت تو ايه؟ with respect to tau. يبقى معنى كده انا في الانتجريشن اصلي بتاع اللابلاس اللي هو دي تي دوت، هلاقي كل الحاجات اللي فيها تاو دي ما تهمنيش، الحاجه الوحيده اللي تهمني هي التي دي. اوكي، فهعمل ايه بقى؟ هسواب الاوردر بتاع الانتجريشنز دي بحيث ان انا اخد الانتجريشن اللي هو اللي دي تي ده اخده اقربه من اتش اوف تي اللي هنا اللي فيها تي هنا دي. اوكي، فيبقى عندي هنا انتجريشن بتاع اللابلاس، الانتجريشن بتاع من 0 لغايه انفينيتي اتش اوف تي ناقص تاو اللي هي اللي كانت موجوده هنا دي في الحته اللي بره اللي كان موجوده هنا الاس اي اي تو ذا ماينس اس تي اللي هي موجوده هنا دي. اوكي، دي تي. اوكي، فالنقطه ان احنا لو عملناها بالشكل ده هتبقى في منتهى البساطه الحقيقه ان احنا نطلع ان الكلام ده عباره عن ايه؟ عباره عن لو انا حبيت ابص عليها يعني احنا ممكن على طول نلاقي ان الكلام ده عباره عن اي تو ذا ماينس اس تي في ايه؟ في اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الاتش اللي هي الاتش اوف اس. اوكي، وبعد كده بقى بعد ما اخلص الانتجريشن ده هبص الاقي عندي هنا اي تو ذا ماينس اس تاو بره، وهنا عندي تاو، فهيبقى الانتجريشن اللي بره بتاعي ده هو عباره عن لابلاس ترانسفورميشن تاني از ا فانكشن او بالنسبه للاكس بقى. اوكي، فيطلع منه في الاخر اكس اوف اس. اوكي، فيطلع في الاخر عندي اكس اوف اس تايمز اتش اوف اس. فبيسكلي يعني عشان احسب بقى الترانسفير فانكشن اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي عباره عن اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الامبلس ريسبونس، كل ما عليا اعمله ان انا احسب لابلاس ترانسفورميشن بتاع الواي على لابلاس ترانسفورميشن بتاع الاكس عشان احسب في الاخر الايه؟ الاتش اوف اس بتاعتي. طبعا دي طريقه ابسط بكتير جدا، لان احنا قبل كده ما كانش عندنا في التايم دومين طريقه عشان نحسب الامبلس ريسبونس، كانت صعبه شويه بالنسبه لنا. اوكي، كان لازم نحل الديفرنشال ايكويشن. هنا في منتهى البساطه ان احنا نحسب اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الانبوت والاوتبوت، ومنهم على طول نقدر نجيب الامبلس ريسبونس بتاعنا، او نقدر نجيب في الاول الترانسفير فانكشن بتاعتها، ومنها من الانفرس لابلاس ترانسفورميشن بتاعها نحسب الامبلس ريسبونس.